بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا هنا تو شنو رايكم الكلاج نتاع كروا ديستريبيسيون ولا يسموها حزام ولا شان، شنو رايكم الكلاج نتاعها أو ميز بوان نتاعها كيفاش تصير؟ ها تو هيك باش نكمل معكم دقي. جرافيات هيك معاهم. عندنا ثلاثة بلونات بعشرة. هذا بلون ثلاثة. نحوهم بعشرة، مفتاح عشرة. عنا البولية هذي فيها كاش بلاستيكي غطيها باش ديما تبقى نظيفة ما تدخلهاش التراب. هاو هذا يدخل داخليا. وعنا فيها زوز بلونات، أربع بلونات سيبون، ستة سيبون. البلونات وهذه البولي تاع الفربروكان لوتان. هذا عندنا الشين اللي نرخ فوها التريز. معنا التندير هذا كيف كيف نحو الباقي هذه بعشرة قبل. تظهر لنا الشين هكا قبل ما نرخ في التندير هذا. عندنا باش نحو الشين واحنا على طريقه صحيحه، هو من الاول حضر الميزبوان حطها. عندنا هذه بولونه او مفتاح كما هذا نحطوه هنا البنيون، فما يعني ثقب يقابله. وعندنا نقطه هنا، عندنا نكته حمراء وفليش. هذا الفليش احنا نوريهم هنا. عندنا هنا نكته حمراء صغيره في الكاش نتاع البراوي. وعندنا هنا فلاش في البنيون. هذوك الزوز يكونوا مقابلين بعضهم بالنسبه لل هذا اللي فيه الموتور 130 فيه كان بوان من جهتين هكا، ما فيه شيء اخر يعني بوان من في الفيبر كام اللوطا وبوان في الاربع كام من فوق. بعد نرخفوا التوندرات الاثنين ونجدوهم باش نحو الشان واحنا مرتاحين. عندنا البنيون هذه نتاع الاربع كام كما قلت لكم، تحط لها حاجه بلونه او تل حديد ستة هذا او كذا تحطه هنا مش معاش تحرك الاربع كام. وعندنا هذه الوطنيه فيها نكته حمراء هنا نوريها لكم، نكته حمراء تلقاها ديما في الغطاء نتاع في السيبور نتاع البراوي هذه، وتلقى فلاش في البنيون اللي هي نتاع الفيبروكان. هاي هاي مر. في التركيب هنا لازم تتبع هكا حتى بعيونك انك باش تعمل تركب لوطه فيها شيء. عندنا ديما اتجاه الشان، عندك الباك اتجاه الشان فيها فلاش، ساعات تلقاها وساعات لا. ديما اتجاه الشان على اليمين، الكتيبه ديما تكون واضحه هنا قدامك لازم تقراها. عندنا طبعا تتعدى الكرواء الشان، هذه كرواء شان تتعدى من البنيون للبومبو للكريم للاربع كام للتوندو. وديما الجهه المرخوفه هي اللي خلوها جهه التوندو. هكا سهلة يعني، ما فماش ما اسهل منها بالنسبة ل 130، بالنسبة ل 130 هذه نتاع الفولكس فاجن سهلة جدا، لأن ما عندها إلا دو ريبير هكا وما فيهاش مشاكل كبيرة، لا فيها بومب اديكسيون ولا فيها حتى شيء، خاطر هذه انجكتير بومب تسمى. أنا توندير الوطني هذاك فكيناه قبل ما نحو الشان، طيب باش نرجعوه خاطر هذاك تتك عليه الشان. تك عليه يعني ديما نتكلم بالشان، هي كرة شان تك عليه الحزام او السبته.
اللي ما كبسان لازم يكون انسان صناعي باش يكبس، ما يكبسش اللي يجي راه نجم يقطع البنون. اذا مثلا مع ان هنا اللي هو التوندير هذا اللي بيه الفائده اللي هما برشا ناس يسالوني، يعني عده اشخاص يسالوني يقولوا لي كيفاش نعمل الرجلات تاع التوندير. اه تو باش نوريه لكم كيفاش. عنده خاطر عنده سهم هنا، سهم تشوف فيه، وعنده مكان يجي فيه. عندنا هنا مكان مفتاح نتاع ارخف شوية الكرو، انا مفتاح السيبون هنا ندور به وندور. عندنا الكلاج نتاع الرسور، شوفوا هنا، شوفوا الساعة كيما كي الساعة رجع شوية، عاود رجع هيكل. شوفوا خلي شوفوا هنا، شوفوا كيفاش يتحرك هذاك. نزيد نثبت لكم الكاميرا، شوفوا كيفاش يتحرك. شفتوا كيفاش يتحرك هذاك؟ كأنه ساعة. وين يجي في مكانها بالضبط هكاكا، هذا بالنسبة الميز بوان تاع كروات شين ديستريبيسيون موتور فوز فاجن 130. عملية واضحة وسهلة ما فيها شيء. دور دورة كاملة باش يثبت في محرك نتاعه الميز بوان نتاعه صحيح ولا لا. دوروه دورة كاملة، دورة كاملة أو دورتين أو ثلاثة. شوفوا نتاعنا يعني إذا كان يوصل الموتور يكبش رد بالك، إذا كان يكبش ما عادش يحب يدور ما تقواش عليه. ديما العملية هذه تعملوها قبل ما تخدم المحرك. ديما قبل ما تخدم المحرك دور الموتور ثلاثة أربع دورات باش فوالا باهي دورة سوا لاباس. إن شاء الله العملية ناجحة ولاباس والحمد لله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.